الثالثة صباحا 12 بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، وكذلك العمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على تعزيز سمعة المنتج المصري عالميا. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة لاستعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية. كما أكد الرئيس السيسي أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة واستعادة مكانة مصر تاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة لإكسترا نيوز أن الهيئة تعكف على استكمال الاستعدادات اللوجستية وكذلك التدريبات الخاصة والترتيبات بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا وأشار حمزة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنها ستعقد تحت الإشراف القضائي. أعلن الجيش السوداني أن سلاح المدرعات تمكن مجددا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل ميليشيا الدعم السريع. هذا وأشار الجيش السوداني في بيان له إلى أن الميليشيا لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، مضيفا أن قواته تبسط حاليا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولة جديدة. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا. هذا وقال في مقال له إن فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا أوسيتيا الجنوبية، وأضاف أنه من الممكن جدا تنفيذ إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال مورد غذاء لإفريقيا يمكن التعويل عليه، وفي كلمته أمام قمة بريكس قال بوتين إن بلاده لن تعود إلى اتفاق الحبوب من دون تلبية المطالب الروسية، مشيرا إلى الالتزام موسكو بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.